Bonjour baccalauréat, معكم مدام مها. Je suis à la page 83. Unité 4. Je m'entraîne. أنا بتدريبات. الوحدة الرابعة صفحة 83. 84 et 85. وإن شاء الله إن شاء الله نخلص اليوم الوحدة، بس إذا لقينا حنا تأخرنا نسمع على درسين. وصلنا لتدريبات الجرامير، وكان قواعدنا عن السوبرلاتيف الكومباراتيف والسوبرلاتيف اسم التفضيل، مقارنة والتفضيل. وقلنا لما بعمل بلو كو موان كو اوسي كو للمقارنة، أكثر من أقل من يساوي. بالأسماء بستخدم بدل اوسي كو بستخدم اوتو دو وبعد كو. أما السوبرلاتيف هي أعلى درجة، مبعوض في عندي لا أوسي ولا أوتا، وإنما لو بلو لو موا. لو بلو لو موا بستخدم طبعا هل لو هي ثابتة مع الأدفيرب مع النو، بس لما بيكون مع الأدجكتيف تتبع الصفة اللي عم ترجع لها، بتاخذ يعني تتحول للا أو للي، بس مع البقايا كلهم بتضل لو. لو مهما كانت الكلمة، إذا ما كانت صفة بتضل لو. خلينا نشوف التدريب هون عندي بالإكزرسيس 9. سوليني لا بون ريبونس، ضع إشارة عند الجواب الصح. Si vous voulez avoir de bons résultats, vous devez étudier le moins أو autant que. دايما وقت ما نحل بدنا نحلل الجملة لحتى نعرف حالنا انه عم نشتغل صح. انه اذا كان بدك يكون نتائجك جيدة فانت لازم تدرس. لو كانت ما في هاي او، هاي او يعني اذا بدي احط له موا لازم تدرس الاقل. اي طيب شو بده يربط بين الموا وبين الاو؟ ما في رابط. لازم يكون إذا بدي أحطها لازم يكون في عندي حرف جر يربط بيناتهم، بس هاي أنسب. أوتونك بقدرهم، لأنه لوموان مع أو ما بصير كلمتين يقعدوا جنب بعضهم بدون ما يكون في بيناتهم رابط. طالما ما في رابط فأنا ما بستخدم لوموان، بصرف النظر عن المعنى إنه كمان رح يطلع معي غلط. هيك صار إذا كان بدكم تحصلوا على علامات جيدة فيجب أن تدرسوا مثلهم. ادرسوا مثلهم الله يرضى عليكم. نحن بنعرف انه هي بدل اوسي، نحن عم نقارن بدك تعمل كذا، لازم تكون عم تدرس مثلهم. قد ما هن عم يدرسوا انت عم تدرس مع الافعال، مع الافعال اوتان كو بيجوا مع بعضهم يعني جنب بعضهم، ما بفرق بيناتهم مثل اوتان وبعدها بتروح لبعدين الكو، لا مع الفعل بيكونوا التنتين جنب بعضهم. C'est l'exposition. Le plus, la plus ou la pire, belle de toutes celles que j'ai visitées, j'ai été ravie. هذا المعرض الأحلى من كل المعارض اللي أنا زرتها، j'ai été ravie وأنا كتير مسرور. هلا بدي أحلل هاي la plus الأكثر وهي la pire الأسوأ. طيب لا بير ما هي اصلا لا بلو موفيز. طيب انا في عندي صفه هي، ما هي صفه، هي صفه وصفه ما بصير صفتين جنب بعضهم، فلازم تكون الاجمل. اذا هي هي الصح وهي غلط. لا بلو بل سي ليكسبوزيسيون لا بلو، انه المعرض الاجمل. الاجمل بير يعني الأسوأ، إذا حطيت الأسوأ وبعدها جميلة ما بتزبط، لازم كل تمرين أفكر فيه. سيت فيمينيست إي تخي أو لا ميور سيليبر توت لي فام لادمير. هل ناشطة هاي النسائية هي مشهورة جدا وكل النساء معجبات بها. هلا سيليبر مشهورة صفة، لا عندي تري تري سيليب مشهوره جدا. لا ميور اصلا لا ميور هي بلو بون، بلو بون سيرا او لا بلو بون سيليب، هيك سنتين صفتين جنب بعضهم، ما هي بحاله لوحدها هي صفه، اذا ما بتزبط. هي باخذ تري سيليب.
مشهورة جدا، هذه الناشطة مشهورة جدا وكل النساء معجبن بها. سي لو بلو او لو مواندر دو مي سوسي، هذا اصغر همومي، اصغر همومي. لو مواندر يعني لو بلو بيتي، لو بلو بيتي اصغر همومي. زاد احط لو بلو، هذا الاكثر. شو الاكثر؟ الاكثر ماذا؟ هذا هو الأكثر، يكون الأكثر شيء، الأكثر يعني تكون في عندي نو وراها لحتى أحط لو بلو، لأنه هنا في عندي حرف جر، لازم أقول سي لو بلو سوسي مثلا، هذا أكبر همومي بتزبط. بس طالما في هون دو مي بحط لو بلو بيتي، يعني سي لو مواندغ دو مي سوسي، إنه أصغر همومي. إذا هي الصح. Autant que la plus belle, très célèbre, le moindre de mes soucis. Écrivez 10, écrivez 3 phrases pour comparer ces deux maisons. كتب 3 جمل قارن بين هالبيتين. باين يعني شنو الجمل. أنا ممكن أقول مثلا، خليني أعطيكم جواب فورا الصح حتى ما نقوله مرتين. فوالا. La maison A, la maison A est plus moderne que la maison B. البيت A أحدث، plus moderne que. الصيغة بالنص. المنزل A أحدث من المنزل B. La maison A est plus moderne que la maison 2. La maison 1 a moins d'espace vert que la maison 2. البيت هذا المنزل هذا فيه مساحة خضراء أقل من البيت الثاني. Dans la maison 1, il y a plus d'étages, étages. طوابق. Il y a plus d'étages que dans la maison 2. بالبيت الأول في طوابق أكثر من البيت الثاني. هذا تدريب يعني، ما بعتقد احنا يجينا ركب جمل. لا. On passe à l'exercice 11. Répondez aux questions avec le comparatif qui convient. أجب على الأسئلة بالمقارنة بأداة المقارنة المناسبة. طبعا حاطيني هون الناقص هو موان أقل، والبلوس الزائد هي بلو. لازم أعرف كيف أحطهم. هن حاطين الجملة، أنا بس بدي أحولها للشكل اللي هن طالبينه، يعني هم بدي أحط موان. إسك أغاتا كريستي إتو سي سيليبر كو شكسبير؟ هل أغاتا كريستي هي مشهورة قد أوسي كو قد شكسبير؟ أنا بدي أقول أقل. نفسه تمام بقول نو أغاتا كريستي إي، بدل أوسي بقول مو بدو ناقص موان، بس موان سيليبر كو شكسبير. حطيت أقل. هلا هون بدهم أكثر، بدهم بلو. Est-ce que ce peintre est aussi performant que l'autre؟ هل هذا الرسام هو أداؤه مثل الثاني، الرسام الثاني؟ أنا بدي أقول هذا أكثر. بقول نو سو peintre est، هاي اللي بدي أبدلها، هدول أداة المقارنة، بدي أحط بلو. Est plus performant que l'autre، بس هيك. هو أداؤه أكبر من الآخر. سي لي بوام دو فيكتور هوغو سونت اوسي رومانتيك كو سو دو بودلير، بدون موان. هل قصائد فيكتور هوغو هي عاطفية رومانسية قد قصائد بودلير؟ بدي أقول أقل. نو لي بوام دو هوغو سون، هاي أداة المقارنة، بدها تصير موان. على وجهنا هيك شي كتير سهل. سون موان رومانتيك كو سو دو بودلير، نفس الجملة ما بتغير شي. هلا هون بدهم بلو.
Est-ce que Simone de Beauvoir a écrit autant d'essais que de romans? دائما بالحقدات المقارنه، هل سيمون دو بوفوار كتبت ابحاث قد ما كتبت قصص؟ لا، بدي اقول كتبت اكثر. نو سيمون، ما بحط اسكو، ها هي ما بده. نو سيمون دو بوفوار ا اكري بلو ديسي كو دو رومو. ما في شيء بتغير، بس العلاقه الافضل والاقل عم بغيرها. Est-ce que les femmes sont aussi indépendantes aujourd'hui qu'il y a 50 ans? هل النساء هن مستقلات قد ما كانوا من 50 سنة؟ بدي أقول أكثر اليوم يعني. Non, les femmes sont, هي أداة المقارنة، بحط plus indépendantes aujourd'hui qu'il y a 50 ans. بس هيك، شايفي ما أسهله؟ بس عم بغير الناقص عم بعمله موان والزائد عم بعمله بلو. بس فوالا. أغاثا كريستي اي موان سيليبر كو شكسبير. سو باتر اي بلو بيرفورمون كو لوتر. لي بويم دو فيكتور هوغو سون موان رومانتيك كو سو دو بودلير. سيمون دو بوفوار ا اكري بلو ديسي كو دو رومان. لي فام سون بلو انديبوندونت كيليا 50 ان. راقبوا بين الجملتين بتشوفوا ما في شيء تغير غير هالكلمة تبعت أداة المقارنة. voilà on passe à la page 84. الكفاية. complétez les phrases suivantes. أكمل الجمل التالية avec le superlatif qui convient. بدون المقارنة المطلقة، يعني بدون اسم التفضيل الأكثر. le plus, la plus, les plus. إذا كانت صفة وزلاء بتضل le plus أو le moins. Agatha Christie a d'excellents romans policiers et les nommés bonnes de cette époque. Agatha Christie عندها قصص بوليسية رائعة وسميت الأفضل في عصرها. أنا بعرف إنه ما في عندي plus beau، صح؟ أنا بدون le plus. ما بقدر بقول طبعا هلا هي لانها صفه، لازم اقول لا، بس ما في عندي لو بلو بون، مو انه ما في، ذكرناه بتتذكروا، لو بلو بون ما في، بلو بون بتصير ميور، وطالما هي فيمينا وصفه، الصفه بتتبع الاداه بتتبع الصفه، معناتها بدال بون بقول لا ميور، انها الافضل. كثير مهم هالكلام وركزوا عليه لأنه راح يجيكم مثلا بدل هاي بحطوا لكم خيارات، بحطوا لا بلو بون وبحطوا لا ميور وبحطوا ميور لحالها. بدكم تعرفوا انه نحن هون سوبرلاتيف لازم يكون في لو او لا او لي اذا صفه، واذا كان شيء ثاني بحط بس لو وما بتتغير. هون لكونها صفه وما في شيء اسمه بلو بون حطيت ميور، اذا هي الافضل، سميت الافضل. Il y a beaucoup de visiteurs dans cette exposition. C'est fréquenté parmi les autres. هناك الكثير من الزوار في هذا المعرض. إنه المعرض الأكثر تردادا، يعني الأكثر زيارة بين المعارض الأخرى. Exposition féminine، هذه adjective لازم féminine. Exposition féminine لازم أقول c'est la plus fréquenté. هلا بالدليل مكتوبة le plus fréquenté، ما تبدين على أساس يمكن participer، هي adjective. لا شو بيقولوا لكم أساتذتكم تسمعوا كلامهم، أنا بالنسبة لي هي صفة la plus fréquenté. ولما بيكون في التباس حول فكرة معينة والدليل بجوز بالصدفة يكون في شيء غلط، فبالطباعة بشيء، فما بتتحاسبوا على الخطأ. أنا هذا اللي بعرفه، أنا بالنسبة لي هي صفة، سي لا بلو فريكونتي لأنه إكسبوزيسيون فيمينا وهي أدجكتيف. Je ne comprends pas ce poème. C'est difficile de se recueillir. أنا لا أفهم هذه القصيدة، طبعا هذه القصيدة هي مذكر، إن الأصعب في هذا الديوان. سي لو بلو difficile. إنه الأصعب في هذا الديوان. Il y a eu deux grands accidents dans la vie de Frida Kahlo. Diego était ou Diego كان هناك
لو تسافي هناك حادثين كتير كبار في حياة الرسام فريدا كالو ودييغو. هو كان جوزه طبعا هو الأسوأ في كل حياته. إن بقدر بحط لو بلو موفي مو غلط وبقدر بقول لو بيغ. فوالا لي ريبونس. Elle est nommée la meilleure, c'est la plus fréquentée, c'est le plus difficile. Diego était le pire, le plus mauvais ça ou le pire ça. Nerja là. 13. Rédiger des textes courts pour présenter les femmes selon les données du tableau suivant. انا راح وقف هوني وبكفيهم بالدرس الجاي مشان حتى ما يطول الدرس علينا ويصير الدرس ممل عندكم وتناموا وانتوا عم تسمعوا. راح وقف هون. كانت معكم مدام، تقول لكم اوفوار على الخشيف.